the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I genuinely believe that you do have a true partner in President Abbas and Prime Minister Fayyad. في ذكرى الانطلاقة نجدد العهد لشهدائنا الميامين مهج القلوب على المضي على درب الشهيد الأخ أبو عمار ورفاقه وإخوانه القادة من كل القوى المناضلة كل الشهداء وأذكر منهم الشهيد أبو جهاد خليل الوزير الشهيد أبو إياد صلاح خلف الشهيد عبد الفتاح حمود الشهيد أبو علي إياد الشهيد أبو صبري صيدم الشهيد أبو يوسف النجار الشهيد كمال عدوان الشهيد كمال ناصر الشهيد أبو الوليد سعد صايل الشهيد فيصل الحسيني الشهيد أبو الهول الشهيد أبو المنذر الشهيد خالد الحسن الشهيد الشيخ أحمد ياسين الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الشهيد إسماعيل أبو شنب الشهيد فتحي الشقاقي الشهيد جورج حبش الشهيد عمر القاسم الشهيد صغر حبش الشهيد سليمان النجاب الشهيد بشير البرغوتي الشهيد هاني الحسن الشهيد أبو علي مصطفى الشهيد أبو العباس الشهيد سمير غوشي شهيد اليوم شهيد الانتفاضة شهيد الانطلاقة اليوم أبو العبد خطاب رحمهم الله جميعا وكذلك عشرات الألوف من الشهداء والأبطال وهنا لابد أن نذكر أن نتذكر الرواد الأوائل مفتي فلسطين الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني ونذكر أيضا أحمد الشقيري
مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، ونذكر أيضا يحيى حمودة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإن ننسى فلا ننسى مفجر ثورة عام 1936 الشهيد عز الدين القسام. I genuinely believe that you do have a true partner in President Abbas and Prime Minister Fayyad. I believe that, and they have a track record to prove it. لأن حربنا مع أبناء القردة والخنازير هي حرب دينية عقائدية. فلتحيا فتح، تحيا. تفضل شيخنا الجليل. 47 عام عن انطلاقة الثورة. أي الثورة؟ الثورة الحديثة، الثورة الحديثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وإلا فلسطين كلها ثورة في الواقع، منذ جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي صحيح الحديث وفي الصحيحين يقول لنا البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر، فينادي الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل إلا شجر الغرقد. لذلك ليس عجيبا أن تروا الغرقد يحيط بالمستوطنات ويحيط بالمستعمرات. And they have a track record to prove it. I believe that. I genuinely believe that you do have a true partner in President Abbas and Prime Minister Fayyad. I believe that. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.